اهلا بكم مشاهدينا وجوله جديده ومتميزه من برنامجكم كاميرا العقاريه. احنا النهارده موجودين معاكم في المنتدى الاول لمجلس الاعمال المصري البحريني، وذلك على هامش زياره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البحرين، ويرافقه العديد من الوزراء ورجال الاعمال، وذلك لتوقيع الكثير من اتفاقيات التعاون الخاصه بالبلدين في العديد من المجالات في ظل تنامي العلاقات بين البلدين. هيكون معنا لقاءات متميزة وحصرية، خليكم معنا. الجهاز الصحي أو التعليمي مستفاد من القطاع الخاص بصفة مباشرة من هذه المعلومات. اليوم وصلنا إلى مرحلة اللي إحنا يجب أن تنعكس المعادلة، أن القطاع الخاص يأخذ الدور القيادي من هالشيء، لأن أتوقع يعني الحل الأسوأ يصير القرار عشان الحكومة تستمر في دعم مصاريفها. وهذا مش شيء مربوط بمقدمة الخليج حاليا، ولكن يعني من المحتم ان نصل اليه ما لم ناخذ القطاع الخاص مبادره اكبر من الخلفيه فيه، ياخذ دور عيادي بدل ما يعتمد على الحكومه والقطاع الخاص. بالنسبه للقطاع الخاص احب بس اذكر شيء واحد اللي احنا الان متوجهين فيه بصفه مباشره في مملكه البحرين. لما ننظر للقطاع الخاص عندنا الشركات الكبيرة اللي هي شركة حكومية وتكون حكومية والشركات العالمية، هذه الشركات بحد ذاتها منها إلى درجة ما هي باستطاعتها أن تدير أعمال تكون بعيدة عن الدنيا. عندنا شركات صغيرة جدا في بداية المقام، عندنا رغم أن ذكرت الأخت وفاء في عرضها مسبقا أن واحد يصير منها شركات صغيرة ومتوسطة، ولكن مع الاسف لا تعتبر واحد من 90% ملوك هي الاجتماع. فعندنا الان توجه واضح ان احنا ندعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه والمؤسسات الناشئه ستارت ابس، لان في نظرنا احنا ان هذا راح يكون ركن اساسي في تشكيله الاقتصاد المستقبلي لمملكه البحرين. ونطمح ان هذا الشباب بدل ما يكون شباب باحث عن العمل يكون شباب موفق لفرص العمل. لأن اليوم أول بوادر أول وفد تجاري يخرج من مملكة البحرين، أنا فخور جدا شخصيا إن في عندنا أربعة رواد الشباب، هذه أول مرة يشاركوا معنا رواد شباب، عادة كانوا المفروض دائما تظل الشركات الكبيرة والمملوكة والمؤسسة، اليوم احنا نفتخر بوجودي من عندنا، إذا تسمحون لي بس أروح أقول أحمد السلوم أحمد وفاء الإعداد ومازن السوافيري كلهم قادة عندنا وضوابط، وإن شاء الله نكون الأول المؤسسات الصغيرة والناشئة اللي يكونوا قدوة إن شاء الله للشباب. أشكرك معالي الوزير. معالي الوزير قدر أكيد يعني من المنظور اللي طرحه معالي الوزير حاليا عن تغيير في توجهات مملكة البحرين عموما في شكل الاقتصاد والتعامل، في تشابه كبير جدا وخاصة في وزارة الاتصالات وموضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلاقي اهتمام وتخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام في الفترة الأخيرة وتوفير الدعم. هل معنى ده أن نوع التعاون اللي هيكون موجود بين مصر والبحرين في الفترة القادمة شكله مختلف عما اعتدناه من أشكال التعاون اللي كنا دايما بنشهده بين الدول وبعضها؟ هل القطاع الخاص هيكون ليه دور اكبر ما هو اعتدناه وهيكون رغم الظروف اللي بتمر بيها مصر حاليا؟ طبعا برضه يعني نحب تبص نظره اوسع شويه للوضع العربي، واعتقد ان كل دوله في الوضع العربي بتمر بظروف مختلفه في مرحله حياتها. كما تجينا المصري المتوسط بدأنا في شركات القطاع العام والشركات الحكومية، بدأنا نتجه أكثر للقطاع الخاص في السبعينات والثمانينات، النهارده القطاع الخاص بيمثل حوالي 70% من الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت توزيع الصناعات على الدخل أو الناتج القومي لمصر متوزع كويس أوي. نتكلم مثلا على الصناعه 17% 17 10 بنتكلم عن الزراعه 16%، بنتكلم عن التجاره
سيكون الى حد ما في توزيع. احنا هدفنا ان نكبر هذه الفائضه الامريكيه. اكيد كل الدول العربيه بتمر في مراحل مختلفه. امبارح احنا مثلا شفنا رؤيه السعوديه ل 2030 بدات تتكلم لاول مره عن مش الاستبعاد على النهر، عدم الاعتماد على النهر. بدات السعوديه تتكلم مباشره في اتجاه السياحه، السياحه بمنظور عام وليس فقط السياحه الدينيه. فكل دوله بتبص من منظورها بحيث ازاي تنمي اقتصادها وتظبطه في خلال عشان المرحله القادمه اللي هو يوصلها على مدار 15 سنه. نرجع نبص هنا الصناعات الصغيره والمتوسطه دي امام اي اقتصاد في العالم. المصنعات الكبيره مهما كانت عمرها ما تقدر تغطي حتى 15% من الاقتصاد. اقتصاد كل الدول الكبيره بما فيها المانيا امريكا كله قائم على الصناعات والمشروعات الصغيره والمتوسطه. من هذا المنطلق احنا بنعمل على انشاء جهاز داخل وزاره الصناعه بحيث يعمل على مراعاة أو يتبنى الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الأول إلى الآخر بما فيها دراسات الجدوى، بما فيها القواعد الصناعية، بما فيها الإنشاءات، بما فيها التحميل إلى أن يصل المشروع على في نفس الوقت من خلال دعم مختلف زي ما تبص ازاي تبني صناعه صغيره لكبرها الى المتوسط والمتوسط الى الكبير وهكذا دايما بينشا لك صناعات وكمان في صناعات متناهيه الصوت تقدر توصلها الى صناعات صغيره. النهارده 90% من كل عمل في وزاره الصناعه والتجاره عباره عن صناعات صغيره ومتوسطه سواء بنية تحتية، سواء تشجيع صناعات، سواء صناعات موزعية. لكن احنا طبعا لسه بنبدأ، مش وقت عشان نوصل للي احنا عايزينه. وبيشرفنا بالحضور الأستاذ سمير عبد الله ناس، رئيس مجلس إدارة شركة ناس. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. منور مصر. تشرف، شرف لي. قول لي بقى حضرتك الشركة بتاعتك يعني متخصصة في إيه؟ احنا شركه في مجال المقاولات والانشاء والصناعه كذلك. عندنا عمر الشركه حوالي 50 سنه من بدايه العمل، حوالي يعني في البحرين ومنطقه الخليج. وحاليا نعمل في مجالات الغاز والبترول وكذلك بناء الجسور وكذلك عمل الجزر الصناعيه كذلك. الكلام ده كله حلو، بس حضرتك قول لي بتستثمر في مصر؟ انا بوظف المصريين، احبابي المصريين في الايدي العامله والكوادر. الايدي العامله والكوادر الهندسيه، وكذلك فتحنا مجال لصناعه العوامات في البحرين، وهناك ايدي عامله قويه جدا من 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 الرجال الكفؤين جدا المصريين في البحرين، وما شاء الله عليهم، يعني صراحة يعتز بوجودهم عندنا في البحرين. ولكن أنا هذه الفرصة وجودي هنا في مصر الحبيبة إن نشوف الفرص اللي ممكن نستغلها في مصر والاستثمار فيها بالأخص في مجال الصناعة. وكذلك احنا شفنا هناك فرصة بعمل المنطقة الصناعية في منطقة قناة السويس، انه ندرس الوضع هناك وايش اللي ممكن نعمله في تقوية شركتنا ونوعية الاعمال اللي بنعملها في البحرين بعمل منشآت صناعية في هاي القناة لتغطية احتياجاتنا في منطقة الخليج. وبيشرفنا بالحضور المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بحضرتك يا فندم. بص يا فندم، حضرتك طبعا كلمني عن دور مجلس الأعمال المصري البحريني في تنمية الاستثمارات بين البلدين.
الدور الأساسي هو فتح المجال للاستثمارين، بنوجد ايه فرص استثمارية في المجالين، نشوف الاحتياجات بالنسبة للدول، هم محتاجين مواد أساسية نقدر احنا نلبيها لهم ازاي، احنا نفس الوضع عندنا احتياجات لبعض السلع نقدر نلبيها، نوجه استثمارات البلدين في ايه الفرص الاستثمارية اللي موجودة. مصر طبعا زي ما حضرتك عارفة تقريبا دولة بتنشأ من أول وجديد، عندها استثمارات في عدة مجالات، دي كلها مطروحة قدامهم، ما هي مميزات الاستثمار، ما هي الأسواق اللي يتم فتحها من خلال الاستثمار في مصر. نفس الوضع بالنسبة للبحرين، حضرتك لما تستثمر في البحرين يبقى عندك بتفتح أسواق الخليج وأسواق شرق السعودية، فبنوجد الطرفين، ممكن يبقى في تبادل تجاري كمان يغذي الدولة دي. هو ده الأساس من المنتدى، هو ده أساس مجلس الأعمال، برضو أساس مجلس الأعمال لو في معوقات استثمار دورنا احنا كمجلس الأعمال ان احنا نكلم المسؤولين، نوجه المسؤولين نزيل هذه المعوقات لفتح استثمارات. اكتر المعوقات هي اللي موجوده حاليا في الفتره اللي احنا فيها دي اللي بتعوق المستثمر البحريني انه يجي يستثمر هنا عندنا في السوق المصري؟ يعني هو الحمد لله جه في احد المشاكل اللي تم ازالتها باذن الله، وهي مشكله التراخيص بالنظام الجديد اللي هو نظام الاخطار، وده من اهم المعوقات اللي بتزال ان شاء الله في عمليه تخصيص الاراضي، بوجود اراضي بحق الانتفاع دي هتسهل الامور اكتر، ونتمنى ان نفس المنظومه اللي تم تطبيقها في ترخيص صناعيه يتم تطبيقها في ترخيص السياحه والانشاءات وكل المشروعات الاخرى باذن الله. وبيشرفنا بالحضور معالي الوزير زايد راشد الزياني وزير الصناعه والتجاره والسياحه. معالي الوزير اهلا بحضرتك. اهلا فيكم. مشرفنا. شكرا. نور مصر كلها. الله يحييك. سيادة الوزير، كيف ترى العلاقات المصرية البحرينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا سعيدين بتواجدنا اليوم في جمهورية مصر العربية الشقيقة على رأس وفد تجاري وصناعي من مملكة البحرين، وبتوجيه شخصي ومباشر من سيدي صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، الذي طلب منا أن نتوجه في يوم قبل الزيارة الرسمية اللي بيصل اليوم إن شاء الله، لنبتدي في المجال الاقتصادي والمجال الصناعي وتطوير العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. الفكرة هي ببساطة أن احنا نحاول كيف نجد طرق أن نوسع قاعدة التعاون الاقتصادي والمالي بين البحرين ومصر، لأن على المدى الطويل هو استمرارية وديمومة العلاقة ونموها يعتمد اعتماد كبير على توسيع القاعدة الاقتصادية ونمو الاقتصادي. فأنا اليوم احنا في تواجد مشترك بين اخواننا من مصر والوفد اللي حضر من مملكة البحرين لتبادل الأفكار وطرح الفرص الموجودة للاستثمار المشترك سواء في مملكة البحرين أو في جمهورية مصر العربية، ونطمح إن شاء الله أن نزيد ما هو موجود الآن الذي نعتبره رقم متواضع إذا قورن بعمق وطول العلاقة بين 1.7 مليار. نعم، فهذه رقم متواضع ويعني يمكن يكون حافز لنا أن نقطة بداية، ولكن نطمح إن شاء الله أن يكون الرقم أكبر. كذلك تركيزنا الأساسي هو على القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص أسرع من القطاعات الحكومية في الاستثمار، ويبحث عن المشاريع اللي فيها مردود مالي طويل الأمد، وتكون مشاريع بناءة وكبيرة اللي تنبثق عنها مشاريع أصغر إن شاء الله. سيادة الوزير، اسمح لي أسأل حضرتك، يعني إيه هي أهم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها على هامش زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة؟ في نوعين من الاتفاقيات، في الشق التجاري البحت اللي حضرنا جزء منه صباح هذا اليوم، وحسب ما ورد لي في 11 اتفاقية اقتصادية بين شركات بحرينية ومصرية بطرق مباشرة، منها مذكرات تفاهم، منها اتفاقية شراكة لتأسيس مشاريع لعل أضخمها هو مشروع في الأسمدة، وفي الشق السياسي من الزيارة راح يكون في توقيع 19 اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية في القطاع المالي، في القطاع الازدواج الضريبي، في السياحة، في العلاقات الخارجية، وفي العدل والمحاكم أيضا. سيادة الوزير، أنا بتمنى لحضرتك كل التوفيق وبتمنى لنا كل الخير إن شاء الله، ومرسي جدا لحضرتك وشرفتنا. شكرا، وإحنا سعيدين أن نكون معاكم في مصر، وفي مناسبة أمس هي عيد تحرير سيناء، والله يحفظ مصر إن شاء الله وشعبها وقيادتها، ونتمنى لكم التوفيق. مرسي سيادة الوزير. شكرا.
وبيشرفنا بالحضور الأستاذ خالد الأمين عضو غرفة التجارة في البحرين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. Thank you. مرسي يا فندم. كلمني حضرتك عن شايف إزاي العلاقات المصرية البحرينية. والله العلاقات المصرية والبحرينية قديمة جدا وعريقة ومستمرة. زيارة جلالة الملك المتعددة بمعية رجال الأعمال والمجتمع الثقافي والتعليمي دائما تتكلل بالنجاح. عندنا علاقات تجارية قديمة، حجم التجارة البينية بين البحرين ومصر هي 100 مليون، نتطلع إلى 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 مضاعفة الأرقام، خصوصا أن البحرين ومصر تربطهم علاقات أزلية، فنتطلع إن شاء الله بعد هذه الزيارة إلى أكثر انفتاح، وخصوصا وزارة الاستثمار المصرية أوجدت قوانين جديدة مرنة للمستثمرين خلينا نقول الخليجيين والعالميين، فنتطلع ان احنا نتبادل تجاريا اكثر، نتطلع ان نستثمر هني اكثر، نتطلع الى استثمارات مصريه في البحرين، وان شاء الله الزياره راح تتكلل بالنجاح. طب قول لي، يعني انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان حجم الاستثمارات البحرينيه في مصر ضعيفه جدا، فايه سبب الضعف ده او ايه العوائق اللي بتقابل المستثمر البحريني في ان هو يستثمر في السوق المصري؟ خلينا نكون واقعيين. ليه قبل وجود القوانين الجديده للاستثمار الخارجي في مصر كانت حجم ككل حجم التجاره العربيه ضعيفه في مصر، مو بالمستوى المطلوب. اليوم مع القوانين الجديده البحرينيين ومن خلال سنتين تشجعوا أكثر أن يستثمرون، هناك استثمارات عقارية كثير، هناك استثمارات مصانع للألمنيوم للحديد، ونطلع إلى صناعات كثيرة. مصر صناعة قوية ودولة صناعية عملاقة، نطلع أيضا إلى جذب بعض الصناعات العملاقة من مصر إلى البحرين، مثل المأكولات. الصناعات الغذائية هنا عظيمة في مصر، نتطلع أن المصريين يفتحون يأخذون البحرين مركز لهم للخليج، خصوصا سوق الخليج كبير. أنت تحكين عن 2 تريليون دولار ماركت، فنتطلع على المصريين إلى وجودهم هناك والترحيب بهم. الأخ خالد الرميحي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية اليوم شرح مدى سهولة ومرونة تسجيل الشركات في البحرين ومدى الدعم الحكومي ودعم أيضا رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين للمستثمرين المصريين. تربطنا بمصر علاقة عريقة أزلية طويلة، وتربطنا روابط حميمة جدا وروابط أسرية. مصر هي قائدة العروبة في الأخير، وإحنا نتطلع إلى وجود المصريين لأن المصريين عاداتهم من عاداتنا، تقاليدهم من تقاليدنا، وهم في الأخير عائلة. أستاذي أنا برحب بحضرتك وبشكرك على اللقاء العظيم ده، أنا متشكرة جدا. شكرا جدا. إلى ألبا استفادة من المعارف وفرر التلفة، والمستاذ البحرين الصديق استفاد أنه حصل على أكسس لشركة ألبا، واحدة من النقاط التي ذكرتها وفاء صباح اليوم أن الأكسس يوسع أيضا في المصادر الآن إن شاء الله وهذا المركز نعمل تعاون مع البحرين التنمية والتمكين في البحرين، والمركز راح يعني بأربع عمليات رئيسية. طبعا العملية الكبيرة والنهائية هي ضمان الصادرات، بحيث أننا نفتح أسواق عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية، ولكن قبل ذلك في مساعدة في التمويل، في مساعدة في بناء بزنس بلان، في الداتابيس. وهذا التأسيس ممكن نعرف في جمهورية مصر من إكسينج عندنا في تدريس الشركات المصرية وفي اتصال عن طريق التدريس في المجالات المشتركة، مثل ما أذكرت أجل وفاء صباح اليوم أنا الآن دخلت السوق الأردني، تبحث عن طريقة لدخول السوق المصري، فيمكن عن طريق المبادرة هذه شكل شريك أو أحد الموافق في مصر يساعد. بس هو لو انت كنت بتعمل برضه السنه خلال الفتره اللي فاتت خلال الاشياء اللي صدرت كلها تصب في مصالح الصناعه الصغيره والمتوسطه والمشروعات الصغيره والمتوسطه، فرغم التراخيص اللي تم الضغط عليه من مجلس الوزراء وراحه البرلمان المستفيد الاكبر منه في الصناعه الصغيره والمتوسطه. بنعمل ان شاء الله في يعني هينقش قريب قوي مشروع تحت بالتمويل والاهتمام للصناعات الصغيره والمتوسطه والمتوسطه كبرضه تصب تماما بهذه الصناعه.
بنعمل على تشريع لحركة القطاع غير الرسمي إلى الرسمي. برضو ده يصب في صناعات الصبية والسياسة. طبعاً المشاريع المدنية برضو بيساعد في حركة القطاع غير الرسمي. طبعا الان بس احنا عمالين بنتكلم على الشركات الصغيره والمتوسطه، يعني على الشركات العملاقه في البلد يبتدوا يحسوا ان هم طب احنا موجودين ليه؟ ما نخلي جماعه بتوع الصناعات الصغيره هم اللي يكونوا موجودين. معالي الوزيره دكتوره صحه النصر، طبعا عندما نتحدث عن التعاون الدولي فنحن نتحدث عن التعاون بين الدول وبين الحكومات اكثر من تعاون الشركات او حساب الاستثمارات او غيره. النهارده على مستوى هذه الزياره الهامه واللي هيشرفنا بيها جلاله الملك حمد بن عيسى اليوم، ووجود هذه الكوكبه الرائعه سواء من المسؤولين الحكوميين او من القطاع الخاص البحريني هنا في مصر، ماذا تعني بالنسبه لمصر على مستوى التعاون الدولي في الفتره الحاليه الصعبه جدا على منطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه بوجه عام؟ أحب أؤكد أن عموماً على نطاق التعاون الاقتصادي في ترابط كبير في المرحلة اللي فاتت بين جميع الدول العربية، يعني كنا في البحرين وكان في حضور جميع الصناديق العربية، الصناديق العربية والكردية والصندوق العربي الأممي، ودي عشان زي ما تقولش بالظبط احنا بنمر بمرحلة مهمة العربية. أهم حاجة يكون شراكة وتعاون أكبر بين جميع الدول العربية وبين بالأخص الصناديق اللي هي بتخصص التعاون الدولي، سواء من النواحي المادية وأهم النواحي الفنية، حتى لما نتكلم عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجنوب الوسطى، فإيه التحديات اللي بتقابلهم؟ مش بس في مصر، بس في جميع الدول بيبقى في تحديات من ناحية التمويل، بيبقى في تحديات من ناحية التسويق. احنا سمعنا برضو الربط بين سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة، دي مهمة جدا إنها تقدر تشجع وتساعدهم على التحدي التعليمي. كتير من الصناديق العربية بتتكلم مع بعض إنها بتساعد في موضوع التنويم، لما بتبص على الإنجازات الاقتصادية والعكس في الموازنة في دول مختلفة والظروف، مهم جدا إنها تساعد الشركات الجاية القطاع المصرفي بيلاقيها مخاطر فيها أعلى، ففي إجماع إن إحنا إزاي نتعاون. بحب برضه عشان معانا هنا صندوق الاجتماعي، فهم بيقوموا بدور مهم من الناحية دي، إن هو إزاي يساعد الشباب الصغيرة المتوسطة في مصر، وإزاي إن إحنا نقدر نستفيد سواء من خبرات دول مختلفة في تنمية هذه القطاعات الفنية. فضلنا للقرائين وعموما على موضوع التمويل، ازاي احنا بنقدر يعني نساعد مع دول مختلفه، تمويل مش بس المشاريع في المنطقه بس عموما تمويل عكس الموازنه، تمويل المشاريع البنيه الاساسيه. للاسف لو احنا بنتكلم على تمويل في الشركات الكبيره وكده، انت محتاج بنيه اساسيه، محتاج مواد، محتاج طرق، دي من الحاجات اللي في تعاون كبير، كهرباء، دي في تعاون كبير بين الدول العربيه ومصر. وبشرفنا بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بقناة السويس. أهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا طبعا بحضرتك ومنورنا. أحكي لي بقى يعني عن حضرتك، شايف رؤيتك إزاي لقناة السويس في الوضع الحالي والاستثمارات فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني شاكرين تواجدكم معنا. المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حاليا عبارة عن 4 مناطق إجمالي مساحتهم 461 كيلومتر مربع، وعشان بس نحط ده في الإطار العام، ده حوالي مثلا 2/3 مساحة سنغافورة أو 10 مرات مساحة جبل علي. مساحة كبيرة جدا، مساحة ضخمة، مشروع طموح و6 مواني. يعني في المعتاد لما بيبقى منطقة ملحق بها ميناء بنقول دي منطقة جيدة، احنا لدينا 6 مواني، مينائين في المدخل الشمالي لقناة السويس شرق وغرب بورسعيد، ومينائين في المدخل الجنوبي السخنة والأدبية. متوفر عندنا الحقيقه مجموعه يعني ضخمه حاليا من الفرص الاستثماريه، سواء في شرق بورسعيد او في غرب القنطره او في شرق الاسماعيليه او في العين السخنه، ومتوفر ايضا فرص استثماريه في المواني.
إذا تحدثنا عن الفرص الاستثمارية في المناطق، عندنا ما يعرف بنموذج المطور الصناعي، وهو شخص حضرتك بيحصل على قطعة أرض كبيرة بيهيئها وبيدعو المستثمرين إلى أن يقوموا مصانعهم فيها. بما أنكم قناة العقارية، متوفر عندنا فرص استثمارية في شرق بورسعيد وفي القنطرة غرب وفي السخنة لمناطق سكنية، لمناطق تكنولوجية، لقرى أولمبية، لقرى صحية لإنشاء. كل ده في المخطط العام. لدينا مخطط عام، هذا المخطط العام قامت به شركة استشارية دار الهندسة من خلال مناقصة دولية تمت، انتهينا منه في سنة 2015. متاح لمن يرغب أنه يحصل على نسخة من هذا المخطط العام لكي نرى. بندعو الناس الحقيقة أن هم يتواصلوا معنا عشان نتحدث بشكل تفصيلي أكتر، يعني على الشاشة مش هنقدر نتحدث بهذا الشكل التفصيلي. دكتور، طب قول لي يعني إيه أهم طرق الجذب في الاستثمار في قناة السويس من وجهة نظر حضرتك، أو حضرتك شايف كده إزاي؟ بس حضرتك، إحنا حاليا بنشتغل بطريقتين. لدينا طبعا ما نقوم به من رحلات وما إلى ذلك بينتج عنها وتواصل مع المستثمرين في مجالس الأعمال المختلفة، ده بينتج عنه اللي الناس بتتقدم لينا وبيجوا يقعدوا معانا. واحنا افضل حاجه بالنسبه لنا هذه الاجتماعات الثنائيه، لان احنا بننظر الى هذا المستثمر على انه شريك لينا، بنعطيه المشوره بالنسبه للشغل اللي هو عايز يعمله، ده انسب مكان له يكون في اي منطقه وايه المميزات الموجوده. لكن عندنا ايضا بناخد الجانب الايجابي، اللي احنا لما بيبقى بنطمح في مستثمر معين او في شركه كبرى بنروح نزورها وندعوها، ولا انتوا ليه ما بتقولناش؟ يعني شركات السيارات، شركات التصنيع الكبرى بصوره كبيره. والله حضرتك حاليا نقدر نقول نحن في مرحله جس النبض، لسه بيحاولوا يتعرفوا على المنطقه مميزاتنا ايه، وكلهم طبعا شايفين عبقريه الموقع. الموقع استراتيجي في شرق المتوسط، يستطيع ان هو يخدم على البحر المتوسط، يخدم على شرق افريقيا، يخدم على السعوديه والخليج، يخدم على شرق اوروبا. عندنا اتفاقات تجارية مع أوروبا، عندنا اتفاقات تجارية مع أفريقيا، عندنا اتفاقات تجارية مع الدول العربية. فبنتكلم على يعني قاعدة حوالي مليار يستطيع أن نقدم لها خدمات، وقاعدة يعني التواصل إليها، الكونكتيفيتي، التواصل موجود، سواء كان عن طريق طيران، سواء كانت عن طريق البحر. فارتكازه في هذا المكان كلهم شايفين ده. السنة يمكن الحالية 2016 اللي احنا فيها هي ما هيش سنة الشركات بتطمح للتوسع قوي. الاقتصاد العالمي ليه بقى؟ ليه يا دكتور؟ الاقتصاد العالمي ما بينموش من النمو اللي الشركات يعني بترغب فيه بشكل جامد، لكن هما بيبتدوا يفكروا، الناس دي بتخطط لقدام، فبتدي يقول طب لو انا في سنة 17 او 18 كنت ايه احسن مكان؟ فهو بيبتدي الدراسات بتاعته من النهاردة. احنا عايزين نتأكد ان احنا يعني يتم ادراجنا ضمن الدراسات المقارنة. انا بقول للناس انت عندك توسع بتفكر في مكانين، طب ايه رايك ابقى انا المكان الثالث، ونقعد مع بعض على المائده ونقول مميزات وعيوب كل مكان من الثلاث اماكن اللي انت تفكر. واحنا معتقدين انه مميزاتنا اعلى بكثير جدا، نستطيع ان نقف امام المنافسه يعني على ارض صلبه جدا. فلو اي حد حطنا في المنافسه امام مواقع اخرى لمناطق صناعية واقتصادية أخرى، نعتقد أن احنا بإذن الله تعالى هيكون الاختيار في صالحنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله طبعا يا دكتور، بس خليني أقول لحضرتك أنه أعتقد أنه أن الاقتصاد عشان ما فيهوش استقرار قوي، فده اللي بيعطل المستثمر عن أنه أنا مش بتكلم حضرتك حتى على الاقتصاد المصري، أنا بتكلم على الاقتصاد العالمي. بتكلم على الاقتصاد العالمي. الاقتصاد المصري ماشي في سكته وحيقف على رجليه يعني، لكن أنا بتكلم على الاقتصاد العالمي، بتكلم على يعني نمو التجارة العالمي اللي يكاد يكون يعني حاجة لا تذكر، إذا لم ما أنهناش هذه السنة بانكماش، يعني المتشائمين بيقولوا عنها بانكماش. برضو الدول الكبرى اللي كانت يعني احنا بنبقى متعشمين انهم بيبحثوا عن اسواق كثيره، حاليا ما بيتحركوش بهذا الاتجاه بما فيهم الصين على ضخامه ما تطمح اليه من مشروعات. فعندنا تحدي، بس انا شايف ان احنا نقدر ناخد التحدي ده في مصلحتنا. يعني ايه ناخده في مصلحتنا؟ يعني التحدي ده نقدر نقول والله طب احنا واخدين 2016 ان احنا بنحضر نفسنا، بنجهز البنيه الاساسيه وبنجهز حاجات كتيره جدا، بحيث ان احنا اول ما الدنيا تبتدي تقف شويه في 2017 نبقى اول ناس جاهزين، فنستطيع ان ننطلق باذن الله تعالى. ان شاء الله بالتوفيق. دكتور احمد درويش، ميرسي وبشكر حضرتك وميرسي نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. وبيشرفنا بالحضور الدكتور خالد المناوي رئيس غرفه السياحه المصريه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الساده المشاهدين،
ازيك يا دكتور ومنور الدنيا، وقول لي ايه رايك النهارده في المؤتمر؟ ربنا يخليكي. هو المؤتمر النهارده ده اللقاء الثاني لمجلس الاعمال المصري البحريني اللي انا شرفت بالعضويه فيه ممثلا لقطاع السياحه عن الشركات السياحيه والفنادق المصريه وقطاع السياحه المصري عموما. دكتور كلمني عن السياحه بين مصر والبحرين، حضرتك شايفها عامله ازاي من وجهه نظرك؟ يعني الحقيقه السياحه العربيه بصفه عامه مش واخده حقها. كانت الفتره الماضيه السنين اللي فاتت كلها كنا بنركز على السياحه المستجلبه من الدول الاوساط الاجنبيه المختلفه، سواء ايطاليا او فرنسا او روسيا او انجلترا او يعني الاسواق الاوروبيه، لكن بدا الاهتمام بالسياحه العربيه وندرك اهميه السياحه العربيه بعد ما حصلت سلسله الحوادث الارهابيه الاخيره وبدات تنحصر السياحه الروسيه والانجليزيه، فبدانا نتجه ان احنا اخطانا في تاخير مخاطبه السوق العربي. البحرين بتعتبر بالنسبه لنا نقطة انتقال مهمة جدا ما بين شرق السعودية والبحرين والخليج ومصر. احنا دلوقتي بنخطط ان احنا ننمي هذه العلاقة، ان احنا ننمي طيارات ما بين البحرين وشرم الشيخ. احنا جربنا في راس السنة ولقينا اقبال رهيب على الناس انها تيجي من البحرين لشرم الشيخ والغردقة، فاحنا بنخطط بالتنسيق مع مصر للطيران دلوقتي كم انا في مجلس الاعمال المصري البحريني ومع الجانب البحريني ان احنا نعمل البحرين زي منطقة هب، منطقة نقل للناس البحرينيين والسعوديين ان هم ييجوا مصر، في نفس الوقت نسمح بان المصريين يطلعوا برضو ويزوروا البحرين على نفس الطائرات. فالبحرين منطقه تعتبر بسبب الجسر، انت عارفه حضرتك ان الجسر فيه كتير من السعوديين اسهل لهم ان هم ينتقلوا او بيسافروا من ميناء البحر من مطار البحرين اسهل من المناطق القريبه ليهم، اقرب المناطق ليهم من مطار البحرين مطار المنامه. فاحنا عايزين ننمي هذه الحركه ما بين مصر والبحرين. يا دكتور قول لي بس برضو اكيد في معوقات، فمن وجهه نظر حضرتك ايه اهمها او ايه ابرزها؟ معوقات اهمها الطيران. الحقيقه لازم نزود حركه الطيران ما بين مصر والبحرين. الحاجه الثانيه لازم يكون الطيران للاسف الشديد كله مركز البحرين منامه القاهره، فعشان السائح يجي البحرين عايز يجي القاهره بس عايز برضو يروح شرم الشيخ وعايز يروح الغردقه لان دول مناطق ليها شهره عالميه. فاحنا بنحاول بالاتفاق مع مصر الطيران ان توقف مرتين الطياره او ثلاث مرات في الاسبوع، تتعمل دي احد المواقف، تتعمل الطياره توقف في شرم تعمل منامه شرم كايرو. الحاجه الثانيه بنحاول نحل مشكله ان العاملين في البحرين اللي ليهم اقامه لمده طويله ومن جنسيات اخرى انهم ياخدوا التاشيره بسهوله، يبقى في سهوله في الحصول على التاشيرات، يعني سواء كان جنسيه فلبيني هندي ايا كانت الجنسيه طالما معاه اقامه ومعاه عمل في البحرين ما فيش مانع انه بنسهل له انه يخش ويبقى موجود عندنا في مصر هنا في تسهيل الحصول على الفيزا. من المعوقات كمان ان احنا برضو عايزين نحلها الدخول بالخدم بتوعهم، ازاي يخشوا الاسعار في الفنادق، ان لازم بد ان احنا بنظبط اسعار الفنادق او بنتفق مع الفنادق هنا كشركات سياحه وكوزاره سياحه مصريه ان نتعامل العرب نفس المعامله اللي بتعاملها السائح الاجنبي، يعني ما يبقاش في سعر عربي وسعر مصري وسعر اجنبي. تفتكر هم ليه يعني بيفرقوا في المعامله بين العربي والاجنبي؟ الحقيقه هم تعودوا على كده ان هم بيحطوا سعر للسوق العربي، وده معمول بيه في بلاد كتير قوي، وسعر للسوق الروسي وسعر للسوق الانجليزي، ما هو برضه نفس الشيء الروسي ما بياخدش سعر الانجليزي، وان الروسي سوق عارفين احنا ان هو اسعاره ضعيفه، فلازم انت عايزه منه حركه فبتستعيدي عن الحركه الكتيره بتعوضك عن السعر. يعني لما بلد زي روسيا تديك 3.5 مليون سايح لازم السايح بتاعها انت هنا الكم اللي بيخش من الدولارات من 3.5، فانت السوق العربي كان نصيبه قليل، لما هيزيد السوق العربي اوتوماتيكالي اسعاره هتنزل. دكتور انا بشكر حضرتك وبتمنى التوفيق دايما في كل المجالات سواء كان سياحه او زراعه او صناعه او تجاره او وات ايفر. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم. وبيشرفنا بالحضور الباشمهندس عبد الحميد عامر صاحب مبادره صدر، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. احكي لي بقى عن مبادره صدر بالظبط، هي تفاصيلها عامله ازاي وايه اكتر الحاجات المميزه فيها؟ الحقيقه احنا من المصدرين المميزين في تصدير الحصاد الزراعيه والمنتجات المصرية ككل يعني، لكن في الفترة الأخيرة وممكن الفترة من قبل الثورة مش أيام الثورة بس لاحظنا التصدير بدأ يقل بنسبة كبيرة جدا لحد ما وصل السنة دي أو 2015 التصدير وصل في حدود من 15-18 مليار دولار، في حين الاستيراد وصل فوق 100 مليار دولار، ففي جاب هنا في حدود 80%. فاحنا انطلقنا بمبادرة تصدر عشان زيادة الصادرات للضعف خلال سنة وللضعفين خلال سنتين،
وخلال 3 سنين هيبقى ان شاء الله نقدر نوصل للصادرات مساوية للواردات، وفي الحالة دي ما بقاش في عجز للدولار ولا فيش سعر الدولار الجنوني ده اللي هو بيضر باقتصاد مصر. ايه اكتر مشكلة او عائق بيقف قدام حضرتك في المبادرة اللي حضرتك متصدرها دي؟ هو نشكر ربنا ما فيش عائق. ليه؟ احنا من اول ما انطلقنا بالمبادرة في خلال 3-4 ايام وصل احنا الناس كلها بدأت بحماس شديد جدا، من أصغر واحد لأكبر واحد لأكبر مسؤول بما في مجلس النواب اتصل بينا وبيدعمنا، وبعض الوزراء وناس كتيرة بلاش نذكر اسمها. فكان صراحة كانت يعني أنا اعتبرت تاني يوم انطلاق المبادرة بالنسبة لي عيد، وعيد إن شاء الله يبقى على مصر. فما فيش أي معوقات في بتاع ده. هنبدأ في اجتماع التكوين وتدشين إن شاء الله المبادرة الأسبوع الجاي، ودي اللي تظهر مدى جدية الناس ومدى تطوعهم. المبادرة دي تطوعية فقط، وفي نفس الوقت إحنا كمصدرين ومنتجين ومصنعين إحنا اللي بنصرف على المبادرة دي، بحيث إن إحنا يبقى لنا مكاتب في الخارج ومسوقين في الخارج، بحيث إن إحنا نزود الصادرات اللي إحنا نتمناه، واللي نتمناه ده إحنا عايزينه حقيقة. فبإذن الله ما فيش معوقات خالص، لكن في طبعا احنا املنا في وزير التجارة ووزير النقل بالذات ووزير الطيران ان يوفروا لنا وسيلة النقل، بدون نقل ما فيش تصدير، يعني بدون نقل يبقى ما فيش تصدير. فاحنا عايزين نوفر وسيلة النقل بدرجة غير عادية، وانا عملت اقتراح قوي لو النقل فيه مشكله جدا. احنا اولا احنا بلد فقيره جدا في وسائل النقل، سواء بحري او جوي او بري. يعني مش عايز نقول لك امبارح بنعمل دراسه جدوى على ان مصر بتخسر قد ايه سنويا في وسائل النقل اللي هو بياخدوها مننا الاجانب في وسائل نقلهم، في حدود 3 مليار دولار. ال 3 مليار دولار لو احنا وسيله النقل عندنا احنا كنا نستفاد بال 3 مليون دولار. دي حاجه، ده جزء ميزانيه كبيره جدا جدا، بجزء ان انت بتزود لك برضه نفس القصه الصادرات بالضعف او ضعفين. فاحنا اولى بالموضوع. فانا في صدد اقتراح لوزير التجاره ورئيس الوزراء ان احنا ناخد جزء من دعم الصادرات نشتري بيه اسطول بحري واسطول بري واسطول جوي، بحيث ده هو الحل الوحيد للصادرات. طبعا الاقتراح بتاع حضرتك اكيد وصل من خلال الشاشه بتاعتنا، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. ميرسي جدا يا باشمهندس، وان شاء الله ربنا يكرم. العفو، واحنا نتمنى كل واحد مصري يشارك في المبادره دي. النهارده في زياره ملك البحرين، ملك المغرب جاي، دي كلها طبعا حاجه كويسه جدا بالنسبه لمصر، لان هي بتجذب هذا الاهتمام. وهذا الاهتمام ان شاء الله مجلس الامان زي ما بقول، وزائد المباحثات الثنائيه، بتحاول تترجم هذه الزيارات الى نتائج، سواء نتائج تجاريه او نتائج استثماريه. كنا معاكم وجولتنا ولقاءاتنا المتميزه، نشوفكم في جوله جديده ولقاءات جديده وبرنامجكم كاميرا العقاريه.